من لا يكون ذئبا بينما التركي يظلم فليبتعد عنا. ليتكلم من يريد. سيدي كلامك صحيح آمنا، لكنك عقدت تحالفا مع نيكولا وهو قد قتل الكثير من أبطالنا. لا تقلق بهذا الشأن أبدا، بعد أن نطرد جيخاتو سنحاسب نيكولا ومن أراق دماءنا واحدا واحدا. سيدي نيكولا يعلم هذا، لن ينتظر ذهاب جيخاتو ليطعننا. أنتم كونوا مطمئنين، الإمبراطور أندرونيكوس قد وضع لجام نيكولا بين يديه، لن يستطيع طعننا في ظهورنا، فيداه مقيدتان. من لديه شك بنا فليذهب من طريق السيد فارول. لا عودة بعد اليوم، إما أن نكون دولة أو نخسر كل شيء. أمي، هل صحيح جاء السيد عثمان؟ هل غوندوز بجانبه؟ أمي، هل سيحصل مكروه لغوندوز؟ لم يعد لكلامي قيمة. الكلمة للسيد عثمان. ماذا أقول يا عائشة؟ حين أبعدني غوندوز عن ولدي اعتنيتي به، لا أستطيع إلا أن أدعو بالخير لكما. ماذا قال جيخاتو؟ لقد سألني عن المحاربين، قلت له هم على استعداد في القبيلة. أهذا ما سأل عنه فقط؟ وسأل عنك أيضا. قلت إني أتعقبك لكنني لا أعرف مكانك، ولم يشك بي. بالطبع لن يشك بك، فوحل الخيانة يغطيك، وضعت نفسك في صف الأعداء. طبعا لن يشك بك. أنت محق في كل ما تقوله عني يا أخي، لكن أنا لست ظالما أبدا، إن خدعت بكلامهم فقط. لا فرق بين الظالم وبين من يعاونه على ظلمه. أنت أردت السلام، والآن تقول إنك انخدعت. كان يجب أن لا تصدقهم يا أخي، لم يكن عليك تذوق طعم العسل الذي وضعوه في فمك. المسلم يكون فطنا، والمسلم يتخذ العبرة من غيره. ألم تأخذ العبرة من عمي؟ أي أخبرني، ألم تأخذ العبرة من عمي؟ لما تصدق كلام الأعداء؟ جعلت من نفسك ومن القبيلة عبيدا لهم. الغفلة حرام علينا، وجزاء من يقع بها معروف.
أعرف ذلك. لهذا السبب دمي حلال عليك يا أخي. أنا أصدق أنك عدت لرشدك. يا ابن الغازي أرطغرل، يا سيد غوندوز، الآن أستطيع أن أعفو عنك. سأتركك حيا يا أخي، لكن لن أنسى الخيانة التي جعلتها تظلل على أخوتنا وحلمنا بتأسيس الدولة. لن أنساها ما حييت. وأنا لن أنسى غفلتي هذه، ولن أنسى عفوك ما حييت، ولن أسامح نفسي يا أخي. مهما فعلت لن تكون ما كنت عليه. وران، أمرك سيدي. أخبر النساء ليجهزن الطعام. أمرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت بانتظارك يا سيد غونغور. قبيلة كارامان أعلنت عصيانها والفوضى تعم. الإمبراطور أندرونيكوس حشد قادته في إذنك، والكل في هذا الحدث بدأ بأخذ دوره. ما سبب هذه الفوضى؟ السبب أن جيخات يضرم النار في الهشيم، فانكشفنا أمام الأعداء كما يكشف الخنجر من غمده. وفي هذا الوضع لا يمكن تمييز العدو من الصديق. لماذا انتظرت إلى الآن؟ لما ما زال جيخات حيا يا عالم شاه؟ جيخات وجيشه في هذه الأرض هو أكبر بلاء، ومن ينقذ الأرض من هذا البلاء سيحكمها. من يقتله سيصبح السلطان، وهذه المهمة أسندت إلي يا سيد غونغور. انتبه، ختم أخي عندي أنا، لذلك مهمة قتل جيخاتو هي مهمتي، وأنا سأجعل من عظامه عرشا لأخي يا عالم شاه. عندما تتخلص الحدود من جيخاتو، كافة الأراضي وكافة الناس سيعلنون الولاء لسيده. بينما أحفر قبر جيخاتو ستنفذ مهمة أخرى يا عالم شاه.